شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض لأول مرة في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة ساتي 2020 في نسخته 26 الذي يقام في إنديا إكسبو مارت جريتر نويدا دلهي الهند، وذلك بدعم من وزارة السياحة الهندية ومنظمة السياحة العالمية. وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور علي فولاذ القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض. والجدير بالذكر أن جناح مملكة البحرين في المعرض يتضمن مسابقة أسرع لفة التي تمنح فائزا واحدا تذكرتي حضور لسباق الفورمولا واحد وتذكرتي طيران من شركة طيران الخليج، علاوة على إقامة في فندق. وتشهد الفعاليات السنوية لهذا المعرض السياحي المتخصص في قطاع السفر بمنطقة جنوب آسيا مشاركة ما يربو عن 1000 مشارك من 82 ولاية هندية و90 مدينة من مختلف أنحاء الهند، بالإضافة إلى 50 دولة حول العالم. وتأتي هذه المشاركة ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية بلدنا بلدكم، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030. هذه هو مشاركتنا الأولى، وكمان أنه هذه كذلك هذه مشاركتنا الأولى لكل لفعالياتنا في سنة 2020 فيما يمثل مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في المعارض الدولية. بالنسبة لنا سوق الهند سوق جدا مهم وسوق واعد. مملكة البحرين أو هيئة البحرين للسياحة والمعارض كانت لها تجربة ناجحة مع صناعة الأفراح والأعراس الهندية، وقدرنا نستقطب استطاعت الهيئة الموقرة أن تستقطب العديد من الأفراح والأعراس، وهذه الاستقطاب فتح لنا سوق يسمى بالمايس اللي هو يمثل المؤتمرات والمعارض والحوافز، والعديد من الشركات الهندية المعروفة الكبيرة تقوم بدعوة كبار موظفينها وعملائها وزبائنها لمشاركة في فعاليات السنوية. وهذا والسنة سنة 2019 والسنة القادمة قررت أن تقيمه في مملكة البحرين.